مناسبة العيد لها بهجة وفرحة خاصة يشعر بها الصغار والكبار، وكان العيد قديما له بريق ورونق وجمال خاص يتحدث عنه الكبار، وعن السعادة الحقيقية التي كانوا يشعرون بها كبارا وصغارا منذ تباشير العيد. العيد زمان كان أحلى طبعا بكتير بين الأهل والأسرة، وكان فيه مودة وكان فيه حاجات حلوة كتير فقدناها بصراحة. يعني العيد زمان كان فيه قيم وكان فيه مبادئ وكان الحفاظ على التراث الموجود، والناس كلها كانت بتود بعضها ومودة ورحمة. اختلف كل جزء عن زمان، حتى زمان بتجمع العيلة كان بيبقى تجمع العيلة قاعدة مع بعضيها أكل ضحك بتاع، دلوقتي كل حتى العيلة وجمعت كل واحد بيبقى واخد تليفونه وقاعد على جنب عمال فاتح وشغال عليه مع الأصدقاء اللي من بره. طب ما في أصدقاء جوه، ما في أهل جوه، ما فيش الكلام ده دلوقتي. اتفق جميع من وصفوا العيد قديما بأن الجوهر والمعدن للناس تغير، وبأن المشاعر قديما كانت حقيقية تتسم بالترابط، وكان الاحتفال بقدوم العيد يتم مع الأصدقاء والأقرباء والجيران. أما الآن فقد تغير الحال وطريق الاحتفال. يا رب دايما نكون في أعياد وفي سعادة، ودايما نعرف نحتفظ أو نحتفل باللحظات الحلوة، واللي بيكون فيها فعلا وقت إن احنا نكلم بعض. يعني مش قادر أقول لم شمل الأسرة زي زمان، ومش قادر أقول الزيارات اللي كانت بتحصل، مش قادر أتكلم على صلة الأرحام اللي افتقدناها في هذا الزمن، مش قادر أقول إنه هذا الاختراع اللي موجود في إيدينا ده بعدنا عن بعض مش قربنا. يعني هي الفكرة نفسها زي ما بنقول دايما هي مناسبة طيبة لأن تجمع شمل الأسرة والناس تعيد على بعض والناس تسلم على بعض وتبتسم لبعض، ده بقاش موجود. الحياة بقت أخدانة، وفي الآخر هي زي ما بيقولوا كده لمسة زر، أنا عملت اللي عليا وعيدت عليك وسلمت عليك وخلاص على كده. هل هي دي الحياة؟ هل قدماءنا المصريين كانوا بيتعاملوا كده لما اخترعوا فكرة الأعياد؟ كان إيه هدفهم وإيه اللي كان في دماغهم في الوقت ده؟ هنعرف الحقيقة من ضيفي وضيف حضراتكم. برحب بالدكتور ممدوح فاروق، كبير مفتش وزارة الآثار وباحث في الآثار المصرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إيه القصة بتاعت الأعياد دي؟ طبعا أعزائنا المشاهدين لازم نحكي لهم القصة من أولها. فكرة المصر القديم وإزاي كان بيحتفل. في ناس كتير جدا بتقول إن حضارة حضارة أموات ومقابر ومعابد. الفكرة كلها ان الموت بالنسبة لهم هو فرح، لدرجة ان كان في الجنازة كانوا في رقص وفي عزف موسيقى اثناء الجنازة. والله الناس دي كانت رايقة قوي، عشان كده قدموا جدا يعني بيعملوا كل حاجة ومحسوبة ان عم عارفين ان الموت مش مرحلة نهائية. ان الموت عبارة عن مرحلة انتقالية ما بين الدنيا والعالم الاخر، عشان كده كل حياتهم كانوا بيعملوها ببهجة وفرحة. حتى هم كانوا حتى في الموت نفسه أثناء الجنازة كانوا مبتهجين وفرحانين. فالفكرة كلها بدأت من إمتى؟ هو رايح لعالم آخر، وهو رايح لعالم آخر أكنه بيتدف في عرس، أكن في حفل زفاف. يعني دي الفكرة بقى بتاعت المصري القديم، جماله وعبقريته. إنه إزاي يبدع، ما فيش حاجة اسمها حزن بالنسبة له. الحزن هو طبعا فقدان مؤقت، لكن في الآخر هو بيلتقي مع الحبيب بتاعه في العالم الآخر، ودي هنحكي قصتها بالنسبة لبعض الأعياد المتشابهة جدا للأعياد بتاعتنا حاليا. طيب دائما كانت بتبدأ الأعياد عند قدماء المصريين بذبح الذبائح الحقيقة، وكانت أغلبها بتاخد الطابع الديني في تقديم القرابين للآلهة، وإن هم بيكونوا موجودين في المعابد. أعتقد أنه أعظم يعني حضارة مصرية موجودة على وجه الأرض هي فخامة بناء المعابد اللي بيروحوا يعبدوا فيها الإله. تمام. المعبد ده هو عبارة عن زي المسجد أو الكنيسة عندهم. صحيح. هو عبارة عن تمثال بيتحط فيه هو صورة الإله، لأنه بيعتقد إن روح الإله في السماء ثم تنزل على هذا التمثال تتجسد فيه أو تبقى موجودة فيه. علشان كده هم عندهم كل حاجة غير مرئية حولوها لشيء مرئي. بكل حاجة رمزية يعني. رمزيا. حتى الهواء والرياح وكل حاجة حولوها من شيء انفيزبل إلى شيء خفي إلى شيء مرئي بالنسبة لهم. عشان كده قصتنا بقى بتاعت الأعياد بتبدأ إمتى بقى؟ بتبدأ في توحيد القطرين، لما الملك منى واحد القطرين عملوا عيد اسمه العيد القومي أو الرسم المصري اللي هو عيد توحيد القطرين. مصر كانت متقسمة شمال وجنوب، وبدأ بعد كده بقت أصبحت حاجة واحدة، بقت قطر واحد. علشان كده كان كل سنة بيحتفلوا بهذا العيد في فترة اللي هي بعد توحيد القطرين في عهد الملك مينا أو نورمبرغ. دي اسمه العيد القومي أو الرسمي. فالأعياد عند المصري القديم بتتقسم كذا
كذا تقسيم. حاجه واحده، اول حاجه اللي هو العيد القومي او الرسمي، في اعياد خاصه بالملك اللي هو بيقوم بالطقوس المعينه بيجدد شبابه، هنحكي عنها. وفي بقى اعياد دينيه. على فكره المصري القديم ما فيش شهر بيعدي عليه غير ما يحتفل بعيد او اثنين او عشرة في الشهر. لان التقويم عند المصري القديم اتقسم كالاتي، حاجه اسمها التقويم النيلي 360 يوم، لانه عارف ان الفيضان بيجي في المعده بالظبط كل سنه في المعده حسب ظهور نجمه في السماء اسمها نجمه سوبدت او الشاره اليمنيه، بتظهر يوم 19/7 بالظبط. اول ما تظهر يعرفوا ان الفيضان جه والسنه بدات. وبدات السنه اسمها ويبت ريمبت، فبيحتفلوا بحاجه اسمها راس السنه. دي يوم 19/7 راس السنه، راس السنه اسمها ويبت ريمبت. ريمبت يعني سنه، ويبت يعني المقدمه بتاعت اول السنه. النجمه دي بتقعد 72 يوم في السماء وبتختفي، وبيعتقد ان روح المتوفى بتبقى متحده معاها فبتقعد 72 يوم. عشان كده الدفن ساعات والتحنيط بيقعد 70 يوم قبل الدفن، بعد الموت بيقعدوا، بعد الموت، بعد الموت 72 يوم بيحتفظوا بالجثه نفسها. أيوة. قبل ما يدفنوها 40 يوم تحنيط و30 يوم طقوس. طقوس لك على فكره الكلام ده مثبت على المقابر. مكتوب. تمام. حتى بيقولوا 40 يوم بتاع الملح دوت اللي بيحط فيه التحنيط، بيقول لك ال 40 بتاع الميت. فالفكره 40 دي بتختلف من الايه؟ من الموضوع ال 40 يوم. 40 فلان بالظبط، ال 40 بتاع الذكرى او احياء الذكرى ال 40 اللي وقفت بتاعته بتحوم حول الجثه بتاعته خلال 40 يوم. وده كان مرتبط بهذه النجمه بالظبط، اسمها نجمه اسمها سوبدت او الشاره اليمنيه. ودي بتمثل روح الاله ايديس او ايدس. ديت مهمه جدا، عشان كده بدايه السنه تبدا عندها. احنا نبدا بقى بقصه الاعياد القوميه والرسميه، ونحكي بقى ونختم بموضوع الاعياد الدينيه لانها مهمه جدا. وهقول لحضرتك على بعض الاعياد متشابهه جدا بالاعياد بتاعتنا، لدرجه تقول ايه هو احنا ورثنا الحاجات دي منهم ازاي، او ازاي الجينات الوراثيه وصلت لنا. ده بقى المهم بالنسبه لنا. احنا بنتكلم على العيد القومي، العيد الرسمي يعني مثلا ملك انتصر على الاعداء فكل سنه بيحتفل، زي المكرم سيتي الثالث سجل في معبد هابو انه انتصر على المشاوش اللي هم الليبيين في سنه كذا، فمن سنه كمان حكمه، فبدا يسجل الاحداث ديت. الاعياد اتسجلت في المعابد بالذات البطلميه، وحجر البريرمو ده من ضمن الاحجار اللي هو بيوثق التاريخ المصري. المعابد البطلميه زي معبد ادفو، معبد دندره بتاع ملكه رب حتحور، وعندنا معبد اثنا. المعابد دي اتذكر فيها قوائم للاعياد، قوائم قايمه العيد ده اسمه كذا في سنه كذا وهكذا. علشان كده بنتكلم على العيد الاولاني، العيد القومي او الرسمي، ده الملك بيحتفل بيه، اللي هو بيحتفل بيه مع الناس، مع عامه الشعب، بيظهر معاهم ويخرج معاهم ويلبسوا ازهى الملابس ويوزع عليهم الخبز، لدرجه انه ذكروا في احد المصادر انه وزع عليهم 11341 رغيف عيش. ده احتفالا. الرقم ده جه ازاي بقى؟ الرقم ده اتسجل، لان عندنا هم الارقام اتسجل. اتسجل. وكم اناء جاعه، جاعه دي عامله زي البير او عامله زي بيسموها البوظه، لان مش البيره هي البوظه نفسها اللي كانت حاجه وجبه اساسيه هي والخبز عند المصري القديم. وحاجات كتيره جدا جدا اتسجلت في قوائم الملكيه وقوائم المعابد. عشان كده العيد ده منهم عيد توحيد القطرين، ومنهم عيد انتصار الملوك على الايه؟ على الاعداء. نيجي للاعياد بتاعت الملك نفسها. في عيد الملك كل 30 سنه بيقول انا لسه في صحتي واقدر احكم البلد، ده اسمه عيد كل 30 سنة. اسمه عيد الحبسد. يعني ايه الحبسد؟ حبسد يعني عيد التلاتيني. كل 30 سنه ممكن ما يعملوش كل 30 سنه، ممكن يعمل كل 30 3 على فكره. بس بيعمل ايه بقى؟ طقسه غريبه جدا، يجي في مساحه كبيره قوي، يجيب يصارع الطور او الطور يسابقه ويثبت ان هو اسرع من الايه؟ من الطور. وتقصد جريه اسمها الحبسد عشان يثبت، يقول انا ما زلت قادرا عن احكم هذه الدوله. وده عيد مهم جدا، وكل ملك كان مسجله اسمه عيد الايه؟ الحبسد. وفي بقى عيد اسمه تتويج الملك على العرش، يطلع على مصطبه حجريه عاليه، يطلع فوق اضرب سلالم كده ويلبس التاج الوجه البحري، وبعد كده ينزل تاني يلف الناحيه التانيه في المقصوره يلبس تاج الوجه القبلي. ودي طقسه مهمه جدا، انه بيقول انا بعيد تتويجي اللي هو عيد تتويج الملك سنويا. لو طيب لو في حد مختلف، مفيش، ما كانش في معارضه في الوقت ده. مفيش طبعا. لان الموضوع ان الملك ده بالنسبه لهم
هو ابن الإله. ابن الإله. ابن الإله. هو ابن رع، وحتى بياخد ألقاب ابن الإله. لأن المصريين القدماء عندهم اعتقاد غريب جدا إن الآلهة والمعبودات كانت على الأرض بتحكم مكان البشر. ثم صعدوا إلى السماء وكان آخر واحد حرس على الأرض. فأي ملك بيجي بيقولك أنا الصقر. أهم حاجتين اتعبدوا أو قدسوا عند مصر القديم، الصقر والشمس. أهم شيء الصقر والشمس، عشان كده قوة الصقر عندهم اللي هو الحرس مهم جدا. ده بالنسبة للأعياد الرسمية. وفي طبعا أعياد محلية زي عامل زي عيد مثلا السيد البدوي، عيد الإله، هو عامل زي المقامات أو الموالد. كل سنة بيحتفلوا في مكان معين بعيد بطاق خاص بالمعبود في الإقليم. اسمه العيد المحلي. ده خاص بمعبود بيعبد في الإقليم ده بس. زي السيد البدوي، زي المرسي أبو العباس. يعني نفس الفكرة الموالد أو التقديس هذه للشخصيات دي اللي كانت موجودة. طيب الأعياد الدينية بقى، موضوع الأعياد الدينية ده موضوع كبير جدا. موضوع كبير جدا. نبدأ بقى من أول السنة. المصري القديم قسم السنة الـ 12 شهر، الشهر 30 يوم، كل شهر حوالي 3 أسابيع، الأسبوع 10 أيام مش 7 أيام، الأسبوع 10 أيام، وكان بيشتغل ويقعد يريح يوم. وده على فكرة ذكر في يعني كان بيشتغل الـ 10 أيام، بيشتغل 9 أيام ويريح يوم. بالنسبة للمصري القديم ده ذكر في مدينة العمال في مدينة هابو، وكان بيريح اليوم ده. لكن انا هتكلم على جزئيه مهمه جدا، انه كان بياخد رواتبه وبياخد اكله وبياخد شربه كل راتب كاجير عادي كعامل. الفكره كلها ان بيبدا الفيضان، ويبدا حاجه اسمها فصل الاخر الفيضان، بيبدا 14 شهر 7 و8 و9 و10، ده اسمه فصل الفيضان، اسمه الاخر. وده الفيضان بيغرق مصر كلها، الماء بتغرق مصر كلها. وده بالنسبه لهم هو فكره الموت. وبعد كده في فصل تاني اسمه البرت، هو فصل رمي البذور بعد الفيضان ما بيرجع تاني ميته. ده بيقعد شهر 11 و12 و1 و2، ده 4 شهور. يجي بقى في الشهر الاخير اسمه، او الفصل الاخير اسمه الشيمو او الحصاد، اللي بيحصد الزرع اللي هو زرعه. ده الشهر ده بيقعد 3 و4 و5 و6، يبقى كل موسم 4 ايه؟ 4 شهور. الشهر الاولاني بتاع الفيضان بيحتفل بيه بعيد اسمه عيد تحوت، تمام، اللي هو اله الحكمه والمعرفه، وده الكتابه او اللي قولوا ان في رغم ان الفيضان كان بيغرق البلد كلها، بس بالنسبه لهم هو الخير، هو الخير، هو الخير، لانه ما بينحصر الفيضان مره اخرى بيسيب مكانه طمي، بيسيب مكانه، فالطمي بيطلع بيبقى زرع. فبالنسبه لهم هو بكاء ايزيس لما اوزوريس جوزها اتقتل. فبالنسبه لهم رمزيه ان الدموع الميه دي هي دموع ايزيس لما عيطت على جوزها اللي اتقتل من اخوه ست، حسب الاسطوره. اسطوره ايزيس واوزوريس حضرتك اكيد عارفها. تمام. العيد الاولاني في بقى عيد، ده عيد راس السنه. في عيد بقى بعد 17 يوم الاولانيين اسمه عيد واجي. واجي دوت خاص بالاله جحوتي الى حكمه برضه، وده بيقعد بعد 17 يوم. في بقى عيد مهم جدا عند المصري القديم اسمه عيد الاوبت، وعلى فكره بيعيدوا احتفاله في الاقصر حاليا. الاوبت ده هو عيد ما بين معبد الكرنك والاقصر. كان عندهم معبود رسمي اسمه امون، امون ده متجوز موت وعندهم ابن اسمه خانسو. فكل سنه في الشهر الرابع تقريبا من السنه بيجيبوا تمثال اله امون ده من معبد الكرنك اللي هو مقره، بيروح يشيلوه على المحافه مركب ويودوه من الكرنك للاقصر في احتفال مهيب، والناس كلها بتحتفل زي بيقولوا شاف الاله، شاف طلعته البهيه. فيبداوا الناس حتى اللي شايل ابنه على كتفه بدا يتفرج. كل الكلام ده كله كان بيتم في عيد الاوبت. عيد الاوبت ده ممكن يقعد فتره طويله جدا. الاله بيزور مراته من المعبد الكرنك الى معبد الاقصر، والناس تحتفل في معبد الاقصر في فنان مفتوح، وبعد كده الناس بتمشي، وبعد كده بيحطوا تمثال ده جوه مقصوره قدس الاقداس. فالعيد ده موجود جدا بالظبط، عامل زي عيد ابي الحجاج اللي بيتعمل حاليا في الاقصر. انه بساعات بيجيبوا مركب او بيجيبوا حاجه رمز لسيدي ابو الحجاج، ويمشوا في الطريق ويطبلوا ويزمروا وهيصوا اكنه احتفال بالمولد. على فكره العيد ده مسجل في التراث ومسجل، ده اسمه عيد الاوبت. في بقى عيد مهم جدا عشان برضو الوقت، عيد قريب جدا من عيدنا. اسمه عيد الوادي الجميل. النيل بيقسم مصر جزئين، شرق وغرب. فالغرب دفن الاموات، الشرق هو عالم الاحياء. فيجي في عيد الوادي الجميل ده الملك بيقرر ان هو هيزور الاموات. هيزور الايه؟ الاموات. فيجيب تمثال الاله برضو على مركب، وينزلوا الضفه بتاعت النهر، والناس كلها بتحمل التمثال ده وتعبر بيه، تعبر بيه النهر من الضفه الشرقيه الى الضفه الغربيه، والناس كلها معاه. ويروحوا يزوروا اقاربهم في المقابر، يجيبوا معاهم العيش. يعني كمان زياره المقابر دي
من ايام القدماء المصريين بالظبط، يروحوا بقى يزوروهم، لان عندهم اعتقاد ان روح هذه الاموات اقاربهم لا تنقطع ابدا. فبيفضل علاقتهم متواصله معهم حتى بعد الموت. فبيفضلوا يجيبوا لهم اكل وشرب ويحطها لهم عند المقاصير، عند المقابر بتاعتهم، لدرجه احنا لقينا الحاجات دي موجوده. فعندهم اعتقاد ان المتوفى بياكل وبيشرب حتى يستمر. والدليل على كده المقابر اللي تم فتحها ولقوا الاطعمه محفوظه بالضبط فيها، لانه عندهم حاجه اسمها اعتقاد بالاستمراريه. فكره ان انا تنتهي لا، لان يعتقد ان الشمس بتشرق وبتغرب، هناك موت، حياه بعد الموت. الفيضان بتاع النيل بيروح وبيجي، هناك حياه بعد الموت. ففكره الموت بالنسبه لهم فكره مش مستساغه. اخيرا يا دكتور، فلسفه الاعياد عند القدماء المصريين كان ايه وجهه نظرهم؟ يعني السعاده والفرح وان هم يذكروا نفسهم، ولا ايه بالظبط فلسفه الاعياد؟ فلسفه الاعياد هو الاحتفال بذكرى معينه او تجديد شيء معين، تجديد الحياه. هو العيد هو تجديد الحياه، تجديد الحياه، ده هو ده اللفظ اللي ممكن ينطبق على اللي احنا بنقوله. تجديد الحياه، الحياه لا تنقطع استمراريتها. علشان كده احنا بنعمل عيد، عيد الاله مين؟ اله الخصوبه. فبيجي الملك يجيب المنجل ويقطف حته من الايه من الزرع وبيقدموه. عيد زياره المقابر، ان احنا انتم مش ميتين بالنسبه لنا، انتم ما زلتوا احياء معانا وروحكم بتزورنا. ففكره انقطاعكم عننا مش فكره مستحيله. يعني تجديد الحياه، انا هتوقف عند المصطلح ده الحقيقه. زي ما بنقول دايما العيد بيدينا تفاؤل وامل للي جاي والقادم، انه الحياه تبقى اجمل وافضل. استغلوا الفترات دي واستغلوا الاعياد وقربوا من بعض وروحوا زوروا بعض، دي هتفرق كتير قوي في نفسيتكم ونفسيه اولادكم، زي ما القدماء المصريين اخترعوا هذه الاعياد. نورتنا يا دكتور. بدونك يا فندم، شكرا، شكرا جدا باللقاء الجميل ده. احنا مستمتعين جدا باللي حضرتك قلته الحقيقه، وهي فكره انه الامتداد ما بين الاجيال متواصل، ولبس العيد، ولبس العيد الملون، والخروج في تنزه، الحاجات دي كلها كانت بتتم في فصل الحصاد بالذات. وعايزه بس اقول معلومه قبل ما حضرتك ما تختم، مفيش حاجه اسمها شم النسيم عند المصري القديم. هو عيد الربيع اسمه عيد الحصاد، بيقعد 4 شهور. 4 شهور بيحتفل باللي زرعه، اللي بيجنيه. فعشان كده عيد شم النسيم بالنسبه لهم هو عيد الحصاد او عيد الربيع اللي بيستمر 4 شهور. انا بختمها دلوقتي عشان بس كانت معلومه بسيطه للناس قبل ما نمشي. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور ممدوح فاروق، كبير مفتشين وزارة الآثار وأيضا الباحث في الآثار المصرية. نخرج لفاصل مع حضراتكم ونرجع لاستعدادات مجازر وزارة الزراعة لعيد الأضحى المبارك مع ضيفي في هذه الفقرة الدكتور عصام البطاوي، مدير إدارة المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. خليكم معنا. عالم الجمال في مصر جميلة، مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.